السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ونهاركم دايز مزيان وبخير وعلى على خير. رمضان مبارك سعيد والله رب رمضان. السلام عليكم رمضان مبارك سعيد passez un très bon ramadan j'espère que tout va bien aller inchallah en famille avec les amis on espère voilà en tout cas nous on a commencé aujourd'hui un jour de décalage avec la France mais c'est pas grave اول نهار عندنا في رمضان انا عييت صراحه دابا شحال دابا الساعه فوق كيلو غير ما عرفتش غير بعدا باش مي واقيلا هذا الشيء دابا تكون شي الجوج نظن عرفتو دقدقت مع الرونه ديال البر ما انا ديما ما كنتش مسالي يعني ما كنتش في الدار ما نقول لكم راه موجود لا رمضان الاول انا حتى شي حاجه ما درتها هذا العام رمضان ما فكان موجود سالوش باكي داكشي هذا العام ما درت حتى شي حاجه سلو كان عندي ديجا داكشي اللي كيبقى ليا من داكشي اللي كان ليفري الكليان شويه 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 وجمعته شباكيه ما عنديش باش نكونوا واضحين هذا العام قلت ما غاديش ناكل شباكيه سلو هو اللي كاين مي وجا عندي السيت نوريكم جاب لي التراب مع نعاود ديك البلاصه اللي فيها الغرس خصني نعاودو نقلبو الارض ونديرو فيها التراب الكحل داكشي نخلطو المهم انا شريت التراب باش نكون واضحين خديت التراب خديت 60 كيلو تقريبا بشي 1500 درهم عاد جابو لي السيت الصباح انا كنعاود لكم شدات في الصباح ديالي وكما قلت لكم سمحوا لي هذه ديامات الا كنت غابره عليكم شويه راه دابا هذا رمضان ان شاء الله اللي كاينه في الدار نحاول نكون اكتيف كل نهار ان شاء الله نحط لكم فيديو لا قدرت كل نهار ما قدرت نهار نهار لا ما هو القرات اللي ندير ديال الشيين ندير باول واحد هو هذا كيفاش دابا صافي زوين الله يلا بوكوس بوكوس ديالي ها اشنو بوكوس ديالي Mais ça fait 7 cm d'écart, c'est quoi cool. Mais on voit pas les 7 cm. Mais ils sont là les 7 cm, allez, voilà, ils sont là les 7 cm, ça se voit là, regarde. Ah, ok. Voilà. Mais toi, n'oublie pas que tu vieillis, tu descends toujours un peu plus. Et toi? Moi non. Papa, ah là, si j'ai maigri, je vais faire plus grande voilà, d'enfants. Si j'ai maigri, après la fin du ramadan, je vais 2 mètres. Inch'Allah, je vais 1,80 m. المهم رمضان مبكر سعيد المهم هاد العام ما كاينينش شي هوات ولا شي حاجه غير نزدو عادي ناكلو عادي كل رمضان اصلا كيفاش كندير انايا ما كاين لا شي هوات لا والو اجي دير رمضان مبارك اجي تقول لهم رمضان مبارك سعيد قول رمضان مبارك سعيد رمضان رمضان مبارك مبارك سعيد رمضان مبارك سعيد سعيد قول رمضان مبارك سعيد ريبيت اون فوا رمضان ريبيت قول رمضان 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 لا وغادي غادي نعطيها لك طيبها هي في كوزينتك ولكن بلا تتنفخ راه مازال ما تنفخش وين تنفخ خليك ديري شي حاجه لا هاك العجين كوك راه كتلصق ماشي ديك العجينه
mets lui un peu de farine dans l'argina, mais voilà, mets un peu de farine dans l'argina pour lui, pour que ça coule pas dans ses mains. Mets lui un peu de farine, mets lui un peu de farine. Allez, donc tu as mal les gars, c'est un peu facile. تعال بوكس عندك ديك لافارين سير يلا البنات انتم على اللي درتوه اللي درناه انتم معايا C'est la même chose. Pareil. حياتي هي داخل السويقه هي كتقد اخويا معطيشه غاليه هاد الايام دورت للطيب ما مع الخر من الله يكون جابك حياه تقد غاليه قال زين هنا اي شي دار اش قالوا هذه لا ماشي انا ايان هذا اكيد ديال طفله انا جالسه كندير التقديه ديالي لالا يا نحل قطع شويه تاع القزبور عند كم تقطعي لي باش تقطعي القزبور تقطعي دوك اسميتهم دوك خلي بعدا هذيك باش تري دينا باش نزرعو نمشي نقطع من هذا اللي طايب غير خليه القزبور نهز شويه تاع الكرافس باش ندير الحريره القزبور اللي طاحت نزع باش ندير شويه تاع الحريره ماشي بزاف حيت ما عنديش الكرافس في الثلاجه دوك لي كبار بحال هاد راه كقطع عاد كنقطع وكيعاود يخلف انت الناس اللي كيسولوا القزبور وهذا الكرافس والمعدنوس كتقطعي شويه وراه كيعاود يخلف باسكو ما عنديش بزاف يلا عندي باش ندور رمضان فرقته ما عندي فيه والو صراحه وداتي دابا غادي ندير ان شاء الله الحريره غادي نوريكم دايره لي سابيل كومون شيري هادوك اون فافير افيك الكفته سابيل كومون ديجا كانيلوني دي كانيلوني كانيلوني باني باني ان بلا ايطاليان مهم غادي نوريكم كيفاش ديروا ليه بالنسبه كلشي كيعرف دابا كلشي كيعرف يطيب الحمد انا غادي نشارك معكم الفطور ديالي وغندير ماما قالت لك انا بغات الحريره ما كاينش ديال الحريره صحيت ما كنشربوهاش مش ما كنشربوهاش مي صراحه كنديروا عصير صافي كتسد لك الكرش وغادي ندير الحريره ونشوفوا ان شاء الله واش غادي ندير اش غندير شي حاجه اخرى ولا لا وغادي ندير بعدا الحريره حيت الوالده ديالي داكشي مشات جبت الكرافي الوالده ديالي هذاك الله ضروري ضروري الحريره باش نوريكم شنو قاعده كندير هنا عندي مطيشه كثيره ياك وغادي ندير منها غادي تخسر ليا وانا حيت كي خويا خدام في مع صحاب مطيشه وكيجيبها بعض المرات كثيرة وكيعطينا شويه دابا عندي مطيشه هنا كثيره درت معها العطريه ديالها العشوب داك اليازير الزعتر ندير معها كل جماعه شويه تاع القزبور حتى هو الا يعين الا بغيتو هذا غير اختياري وغادي نسد عليها ونخليها طيب تطيب زيد درت فيها الثومه وكل شيء غادي من بعد غادي نطحنهم نديرها في القرعه ومن بعد وقت تما حتى جيت انا نزلنا بحال البيتزا بحال درتها انا كنطيبها حيت الثيرموميكس خدام فهمتوا طيب انا بدي ولا الثيرموميكس خدام غادي نطحنها من بعد فيه هو انا خدام قلت لكم وغادي نحطها في القراعي ولا حتى ديج بيتزا ولا شي حاجه بحال هكا كتحتاجيها بحال دابا غادي ندير لي ديك الوصفه غادي نديرها فيها المهم نخليها تطيب شويه نزيد لها باش تنشف من الماء ديالها حيت راه طابت هي ديجا درت غير عطريه انا في ديك المذاق صافي طم طم باش تسهل عليك الماموريه لا باش طيب غير هنا غادي نقطع غادي مش عارف نقطع الكرافس وندير الحليب اصلا في الثيرموميكس الفرن جريني
غندير الحيره في شنو سميتو غنديرها في الفرن باش تخليني طيب فرح خاطر عاود تهنيني انايا. هاد قال لي هاد الراجل عندي انا قال لي كلا لا هو ناض البيتزا هو مشهي البيتزا شوف شوف شكي قطع داير ماشي بيتزا داير ميني سكيل بيتزا هو ميني بيتزا ميني سكيل سي با ميني باسكو الميني سي افيك لو تروفير سا سي ميني سكيل شيري قال لك مشهي البيتزا لا لا ودار البيتزا هاد المرة خصني ندخلها للثلاجة ايوا كاع دار لا دقات خصني نظم هنا ما نظمت غير ما غادي يكون داكشي من الضغط خصني تلقى لهم البلاصه كما نديرهم هذوك انا غنبوكو كوم سا سير تبارك الله على الشاف انا شهيتي البيتزا صايم انت ياك صايم ها يوم وي يوم وي لا اليوم الاخرين لا ان شاء الله لا ما عرفت ما عرفتيش ما صايم انت واش ما صايمش لا ما صايم والو تقول هاد الدراري ما بغا يصوم ما صايم مازال احمد 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 صافي بركه من الماء لا لا تاع عجبك الروبيني هنا وصافي ابي نحيد امها درتها هنا عاد نشرب منها دابا حيت كلشي غيكون هذاك حيطها في الكونطوار تندير لها شي بلاصه زويونه احسن دابا حطيتها غير هنا هاني ديك ماطيشه اللي قلت لكم طاب درت النص في البواطه من بعد بد بردات ندخلها للثلاجه وخليت النص تقريبا هنا شفتوا باش ندير عليه الكفيته ندير به لاصوص باش ندير لي كانوليل لي كانوليل كانيلوني كفيتة خاصة ضروري شي حاجة ديال اللحم كلشي ديال اللحم غنديرو بلا واحدة البنات هاد الحيلة قلت لكم الحيلة درتها اكسيبسيونال حيت ما بغاتها حيت مشا هي هادي حنا كنديرو بلا واحدة كنديرو بلا وسلاد وليمو عصير شي عصير من واحد ياكل صافي راه رمضان ما مشي ندير الماكلة لي عرفت واش هو الدا نطوغي ولا لا غادي نشعلها هادي نخليها بيض اروماتيزي بيان اروماتيزي باش نكونوا واضحين درتها مزيان عامره معشبه معطره عفوا العطريه اللي زينتها شبعه ثومه شبعه عطريه شبعه البيس انا مابغيتش نوسخ الماء بزاف ريت اختي كتقطع ضغطي في الماء شي حاجه طيبت فيها ما اختي نعاود نحيدها ونجيب ماكله راه طيبه انا في الكوكوت نيت من على صداع الراس يا مولاتي ويا لالا يا مولاتي العيلة مولاتي ما كاينش اللي غيدوق ليا دابا كلشي صايم كان اياد مسكين هو اللي كيدوق ليا دوك العيمان فاش كان صغير من ملي بدا كيصوم ما كيقطعش ما كاينش دابا اللي يدوق ليا والو اليان غيدوق ليا شي يقول ليا اليان ما عندو يقول ليا كان اياد مسكين دائما كنعطيه اياد اجي دوق
طيب نورمال هوب راه حنا فاينا كلشي سي بون الفطور واجد بقى ليه والو معليك ليها بعفاك فيق لي لا تيراس وخرج حداه إليان باش يعطيني الطاقه ما بقاش يديري بالثقار الا ما درت ليها كوم عطيتني يجريها يجري قال لي قلت له عفاك فيق لي لا تيراس باش نجلسوا فيه اليوم صافي سيقو نقشعو ولا ديما سيقتو هاكا نشطبو نشطب نشطب حتى اليوم قلت خاصو يتسيق شويه نتوما ان شاء الله نفطروا فيه واخا محرك البرد شويه ولكن ان شاء الله غادي نفطروا فيه ما حطت لي هذوك الخناشي تما ما عرفتهم ديولاش خصني نحيدهم من تما باش يبقى الديكور هو هذاك اش كدير مشى رطب راسو في الجرده وجا فسخ حوايجه وقعد قال لك اشقى يعاون با في البيتزا غير هو اللي كان مع كتا بيتزا سي شو مش بابول مش بابولي ها كو مش بابولي مو سي با في ما سي تي في با مال لا لا با في ما بلبولي هذا البيتزا ديالو ودابا بالنسبه للحريره البيتزا اللي تيب انا ما كانش عندنا الزيتون درنا فوق منهم غير شويه عطور درت فوق منهم هاد العطريه هادي شتوهم خبيزه جاوبهم نجول انا منفوخين طايبين حلق لي هاد الرويج راه هي لازانيا ديالي طيبت شتوهم طلعت اها عرفتوا الريحه كيفاش دايره نوريكم حدا الريحه كيفاش دايره الريحه طلعت رائعه من بعد نزوقها بشي حاجه البارموزان ولا هذا من بعد نسخنوا راه ما كانش عندي فرماج درت هذا الفرماج ديال البلاستيك سمي انا فرماج بلاستيك هذا كما كنستعمل بزاف ما نزتها هكا ونخليها واش نقول لكم الحريره ديالها هي كذلك وجدات شفتوها تحفو خاطر الا غنديرها خصني نزيد لها شويه تاع الماء طلعت خاطر مزيان بالمية هذا داير زباله فلوس شريته بزباله فلوس وفي الاخر ديته عند حاجبه نهار الخطبه وتكفح عليه البخور وتقب شوف
قبل يوم سخيت به اللوح ربنا نزيناته نحمش انا هذا الشيء اللي ما نحمش نعتمو عليه والله هذا وكان حنا نجر هذا شويه نديرو الشمع النهار الاول في رمضان راني ديكوريت نهارات الاخرين الله اعلم اختي جو نو سي با واش غنديكوري ولا لا دابا انا درت الديكور درت كلشي نهار الاول غندير باقي الشمع واخا كاين شويه تاع البرد مي بون سي با غير نمشي نجيب الكيسان هكا هي صحه فطوركم كبيدات صحه فطوركم صحه الفطور بسم الله اللهم هذاك لي كانولي ديالي راه طاب على نزينا تور كي جات كيف جاك زوين عجبك ها هي كندير لها رائع خلينا ندير شويه ليا هنايا باش نفطر به كنبرد لها حرتها يا بابا دوشيت البيت مي دوشيت 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 ما في سي بون سي 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 بون